كي تعرفوا التغير المناخ هذا مشكل كبير اللي كنعانيو منه هذه 6 ديال السنوات. كنا كنعانيو واحد المشكل ديال الجفاف. اليوم اليوم اللي كنعانيو من التغير المناخ ماشي غير الجفاف بوحدو، انه ولا المشكل ديال الحراره مفرطه في الاوقات اللي ماشي ديالها، ولا كياثر بزاف على النباتات كلها ككل، وقله الامطار وقله المياه في الجوفيه ولا المياه ديال السدود. هادشي كله خلقت واحد المشكل كبير اللي عندنا كفلاحه. واليوم حنا كنحاولوا بهاد اللقاءات بحال هذه، بحال هادشي ديال المريض، بحال اللقاءات اللي عندنا مع اسبانيا مثلا كدار في الشرف، نستافدوا من بعد، لان حتى اسبانيا كتعيش معنا نفس المشكل، حتى هي نفس المشاكل. حنا كنتبادلوا، كاين هما تبادل الاراء، تبادل الافكار ما بيننا وبين فرنسا ولا اسبانيا، ان على هاد كيفاش يمكننا نحاولوا مجهدنا باش نتفاداو هاد العواقب الخطيره اللي جابها المناخ. والحمد لله كي كنشوفوا راه حنا واصلين، راه الحمد لله ما النتائج كتبان ان المغرب ما خاصو حتى حاجه، الخير الحمد لله موجود، الخضر موجوده في الاسواق، واخا المياه اللي خصنا ناخذوها ما كنروحش منها حتى الخموس ديالها اللي خصنا ناخذو، الامطار واخا نقص المياه نقص الامطار، ولكن الحمد لله المواطن المغربي مازال كيلقى المنتوج بعدها موجود في الاسواق ديالو. وهذا راه الفضل كيرجع للفلاح اولا، والحكومه اللي مساعدانا، والالتفاته الملكيه اللي كانت العام اللي داز اللي عاونتنا بزاف، حتى هي ذاك المعاونه اللي كانت تعاون بها سيدنا الله ينصرو ديال الفلاح، اللي كان عطانا ذاك 10 مليار ديال الدرهم اللي خف علينا اللعب شويه ديال الماليه للفلاح. لا بد منه، لان خصنا نوصلوا له ولا بد، وحنا هذا الشيء جينا معطلين بزاف فيه، لان بحال دابا مثلا اسبانيا سبقتنا بزاف في هذا الموضوع هذا ديال تحليه المياه، لان عندنا 3500 كيلومتر ديال البحر، النوافذ على البحر، خصنا لا بد نستغلوها، واخا نستغلوا غير ذاك المدار اللي دار بجانب البحر، الا استغلينا راه نعطيو الانتاج اللي ما يكفي للمغرب ونصدروا. ولكن وقع واحد تعطل بزاف من ناحيه ديال الانتاج ديال تحليه الماء اللي عاد بدينا فيها، والتجربه هي عطات ديال الشوكه يتباها، التجربه عطات نتيجه والحمد لله اللي كانت، كما كانش حتى اكادير ما عندها ما تشرب الماء.